شكلت محافظة الجيزة غرفة عمليات لمتابعة كافة الأحياء والمراكز والمدن بعد تحريك أسعار المواد البترولية. ووجه المحافظ كمال دالي خلال اجتماع بعدد من المسؤولين بمراقبة مواقف سيارات الأجرة وتعيين فردين داخل كل موقف لمنع أي زيادة عشوائية في تعريفة الأجرة، مشددا على المتابعة الدائمة لمستودعات البوتاجاز والتأكد من أن كل مستودع بالحصة المخصصة له ومدى حاجته لزيادة إضافية.